صباح الخير وصباح الابتسامة، صباح أجمل البدايات، ومع بداية أسبوع جديد نطر عليكم حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى، مواضيع نسائية مميزة وضيوف إن شاء الله بينورونا في حلقة اليوم. وصباح الجمال على أسماء. صباح النور فاطمة، وأكيد نصبح على السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. وبداية الأسبوع يعني دائما ما أدري، أنا حتى واحدة من الناس على فكرة في بداية الأسبوع بالتحديد يوم الأحد تحسين كذي بالضغوطات النفسية، لأن تدرين بعد الويك أند تكونين تبين تروحين الدوام كذي تنسين الزحمة اللي بالطريق، فتفكرين في وايد أمور. إذا كان في واحدة مثلا عندها أطفال تحاتي عيالها، توصيلهم حق المدارس، متى تردهم المدرسة، إذا عندها مشاوير وغيرها من هذه الأمور اللي تسبب حق الأم ضغوطات نفسية في الحياة. فلازم الوحدة تعرف شلون هي تهتم بنفسها أكثر وتوخر عنها هذه الضغوطات اللي ممكن حتى تأثر عليها وعلى حتى حياتها العلمية والعملية بعد. أسماء، يعني أيضا من الأمور اللي أيضا الأمهات يشيلون همها مع بداية الأسبوع وخاصة مع بداية العام الدراسي الحين، إن شلون يضبطون نومة أبنائهم، يعني إن تقعدهم مبكر، هذا يعني أشوفه الأمانة مسؤولية كبيرة على الأم. تحضير وجبة الإفطار حق الطلب، كل هذه الأمور تكون من مسؤولية الأم طبعاً. تهتم بابنائها وتهتم بنفسها، فالتنسيق ما بين الأسرة والعمل وأيضا الاهتمام بالنفس، كل هذا يبي له طاقة ومجهود. وأحيانا ألاحظ في بعض الشخصيات للأسف أنهم يهملون جانب علشان جانب ثاني، وأنا بالنسبة لي أشوف أن أهم جانب جانب الصحة. أكيد طبعاً الصحة، وفي غيرها من الأمور اللي المرأة تهتم فيها، يعني طبيعة المرأة تحب تهتم بنفسها. فتخيل إذا كان عندها مثلاً ضغوطات نفسية في البيت، مثلاً التزامات أسرية وغيرها من الأمور، خصوصاً إذا هي مثلاً كانت مرأة عاملة تبين عندها دوام، بترد من دوامها عندها التزامات لازم تغطيها وتسويها. فعلشان كذي التنسيق ما بين هذه الأمور أمر جدا مهم، ولازم نفس الوقت الأم ما تحرم نفسها خلينا نقول من الأمور اللي هي تحتاجها فعلا، علشان مثلا تقول بيتي وأسرتي. هو التنسيق يخلي الأم تكون مرتاحة وتعرف شلون تنسق ما بين خلينا نقول شلون تذاكر حق عيالها، نومتهم تكون مبكر، متى يكون عندها وقت الفراغ الخاص فيها، لازم يكون عندها وقت فراغ، يعني مو كل وقتها يكون حق عيالها، وفعلا لازم تهتم بعيالها وبيتها، لكن هذا التنسيق يخلي الأم بعدين مرتاحة، حتى عطائها يكون أكثر وأفضل بعد. أنا أحس إن لما الأم تاخذ بريك كذي ولو ساعة ساعة كذي، تكون هذه الساعة بس تهتم فيها بنفسها، راح ترد تعطي حق عيالها وبشغلها بعد أكثر، لأنها قاعد تجدد طاقتها، تركز بنفسها، تشوف وين نقاط قوتها، ترتاح، تاخذ نفس، لأن كثر الضغوط ممكن يأثر على صحتها وعلى مزاجها. وايد نلاحظ في يعني بعض الأمهات فجأة تحسينهم أنه صاروا عصبيين، يعني تكون هي قبل يعني قبل تدخل في هذه المرحلة عادي إنسانة طبيعية ما تعصب، تلاقينها فجأة صارت عصبية. فلما تسألين على الأسباب شو اللي وصلك هالمرحلة، بالضغوط الحياة والمسؤولية اللي قاعد يعني أشيلها، وأحياناً تحس إن ما حد قاعد يساعدها، لا أنت قاعد تضغطين على نفسك، وتاخذين بريك وتردين راح تحبين هذا العطاء، حتى لو كان يعني في جزء كبير من المسؤولية اللي أحياناً ممكن تكون أكبر من طاقتها، لكن من ناخذ راحة ونرد حق الشيء تلاقين الموضوع صار وايد سهل. مو أصلاً هذا اللي يصير، يعني مع الضغوطات النفسية لابد إن هي تمر في هذه المرحلة، لأن هي عصبية مزاجية وغيرها من الأمور، لأن ما قاعد تأخذ وقت كافي حق نفسها، يمكن حتى وقت كافي حق راحتها والنوم يكون قليل، خصوصا إذا كانوا الأطفال طبعا عندها صغار. فلازم هي تعرف شلون تتحكم في هذه الأمور كلها، يعني لا تخلي الموضوع يكون عشوائي، لأن بعدين هي اللي بتتأذى نفسيا، راح تكون منزعجة وايد، ومثل ما قلتي فاطمة تكون عصبية يعني ومتوترة طول الوقت. فليش أنا أحط نفسي بهذه المواقف؟ أهو بس مجرد تنظيم ترى، لا أكثر ولا أقل، يعني إن هي تعلم عيالها على بعض الأساسيات اللي لازم يتبعونها في حياتهم، ومتى مثلا يذاكرون، الساعة كم، لازم هذه الأمور كلها تصير، لأن إذا ما نسقت يومها بهالشكل هذا راح يصير كل شيء عشوائي، وراح تصير هذه الأمور كلها المزاجية والنفسية، يعني 100% راح تكون الأم وايد عصبية داخل البيت، وما يفضل أنها تكون عصبية، أولا حق صحتها إحنا نحاتيها، وبعدين هم يعني هذا الشيء ينتقل حق عيالها بالنهاية، بعدين راح يسلكون نفس السلوك هذا العصبية والمزاجية. حتى على علاقتها بزوجها ممكن
يأثر هذا الموضوع. فهموم الشغل ومشاكل الشغل المفروض نخليها عند الباب، عند باب البيت وندخل البيت، لأن الأسرة ما لها ذنب في كل هذه الضغوط. يعني أحيانا تكون أساسا في أمور داخل البيت إحنا لازم ننسقها. فعلشان كذي حلو إن الأم تفصل ما بين عملها وأسرتها ونفسها وصحتها. بعدين في شغلة فاطمة قلتيها وايد مهمة، قلتي علشان يعني مثلا إنه يكون في تفاهم ما بينها وبين خلينا نقول رب الأسرة، بعدين ترى حتى الأب له دور داخل البيت، يعني ما يصير المسؤولية كلها على الأم، هم دوره هو يساعد الأم في تدريس عياله في بعض الالتزامات. فلما تكون الحياة هي الحياة أصلا شراكة، لما يكونوا متعاونين في هذه الأمور أعتقد إن هالشغلات هذه والعصبية والنرفزة تقل شوية، لأن ما تكون المسؤولية كلها على شخص واحد سواء الأم أو الأب. يوزعون المهام لازم بينهم بين بعض، يعني شريكة حياته، فمن الطبيعي إنه هو يتعاون معها وينسقون وقتهم علشان تخف الضغوط اللي تكون داخل البيت وما يكون يعني الجو مشحون بطاقة سلبية، ويتعاونون بينهم وبين بعض، وأيضا يتعلمون الأبناء من هذه الطريقة، يكونون الأم والأبو لهم قدوة علشان حتى لما هم يكبرون يكونون أسرة تكون أسرة مستقرة مبنية على التفاهم وتنسيق الأدوار بينهم وبين بعض. أسماء يمكن أنت قاعدة تتكلمين عن تجربة شخصية، أنا دائما كذي لما قبل أي البرنامج أحس إنه مسؤولية أن أقعد الصبح وأنسق وشنو اليوم راح أسوي في البرنامج وأنسق أزيائي ولوكي، كل هذا يأخذ وقت منا التحضير حق شغلنا. دائما تين في بالي أقول أسماء ما شاء الله يعني يعني فعلا أحس يعني الأمومة مسؤولية وايد يعني وايد كبيرة، فكلمينا عن تجربتك. شوفي هو اهم شيء مثل ما قلت لك، انا ليش قاعده اقول لك في البدايه انه يكون في تخطيط ولازم يكون جدولها منظم في البيت، مو لازم تكتب على ورقه خلاص. في ناس تقول ما نبي وشنو يعني بكتب المهام، لا انت حطي في بالك من الساعه الفلانيه لغايه الساعه الفلانيه مثلا وقت الراحه. بعدين في بعض الامور اللي لازم تسوينها، تدريس عيالك، في وقت حقك بالاسبوع، طبعا مو كل يوم راح يصير تطلعين بروحك مع صديقاتك، في وقت حق الصالون خاص فيك انت، وفي وقت تقعدين مع عيالك، لازم يكون في يوم حق الام وعيالها بس مع بعض، يطلعون يسولفون يفضفضون. فانا احس هذه الامور ترى على فكره فاطمه وايد راح تخلي الاسره كذي متقاربه مع بعضها، خصوصا الاطفال مع الام طبعاً. والاب علاقتهم راح تكون وايد قويه. فيمكن احنا دائما نذكر المشاهدين في هذه الامور، ليش؟ نبيهم هم ايضا يستفيدون من هذه التجارب طبعاً. واكيد هم لهم تجاربهم اللي احنا اكيد ما نستغني عنهم وافكارهم اللي يطرحون في البرنامج. يمكن بعض البنات يسمعون هالكلام يمكن تخوفون انه المسؤوليه كبيره. انا اتوقع ايضا الفطره تلعب دور، فطره الأمومة في يعني عند السيدة وإحساسها بالمسؤولية تجاه أبنائها تلعب دور كبير في أن بعض الأمور راح تكون تلقائية، فإن أنا أحب نفسي وأحب عيالي وأعرف شلون أنسق كل هذه الأمور بينها وبين بعض. راح نكمل إن شاء الله فقراتنا في حلقة اليوم، خلكم معنا لا تبعدوا، راجع لكم. الاستشارات الطبية عن طريق المواقع الإلكترونية، موضوع حديثنا القادم مع الدكتورة فاطمة العبد الرزاق، استشارية حوادث الأطفال والسموم بقسم الأطفال مستشفى الأميري. أساسيات الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم وطفلها، موضوع حديثنا القادم مع ضيفتنا أفنان الصالح، مثقفة مقدمة مشورة في الرضاعة الطبيعية. صباح الخير، معكم مصممة المجوهرات أبرار الإبراهيم. فقرة اليوم بنتكلم عن الأحجار الملونة. تابعونا بفقرة فوتوغراف، معكم رتاتي سويدان، دائما راح ناخذ موضوع جديد ومصورة جديدة.
إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. مواضيعنا كثيرة في شاي الضحى، خصوصا التصوير، يعني التصوير اليوم صار ضروري خصوصا بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعتمد بشكل أساسي على الصورة. وفقرتنا القادمة راح تفيد أكثر أصحاب المشاريع الصغيرة المختصة بالأكل. طبعا الصورة اللي نصورها لازم تكون واضحة وتكون نفس الصورة اللي راح إحنا طبعا نشوفها بالمنيو، وأيضا ممكن تبرز بعض الجماليات اللي موجودة مثلا في الوجبة، فتخلي الإنسان لما يكون قاعد بالمطعم ويطلب الوجبة هذه يكون متشوق أكثر. لازم أنا أشوف في مصداقية بعد الصورة تطابق الحقيقة، يعني مو بس تكون صورة حلوة وأيضا الأكلة تكون شكلها غير. فهذه فقرة جدا مهمة الصراحة اليوم راح تكون مع المصورة فاطمة الشكيلي، راح نتابعها مع بعض في هذه الفقرة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم بفقرتنا ان شاء الله الفوتوغراف راح نتكلم عن مصوره مبدعه تتكلم عن الحشرات. موضوع الحشرات موضوع كبير وخص وايد من المصورين. مشوا معنا نقعد مع المصوره ونعرف خفايا الحشرات. رحب اليوم بفقرتنا في المصورة المبدعة خالدة الكويني. أهلا فيك خالدة. أهلا فيك حبيبتي. خالدة كلمينا عن التصوير، بما أنك أنت الحين هديتي كل أنواع التصوير وصورتي وايد شغلات، إنزين اتجهتي حق الحشرات، يعني إيش معنى هديتي كل أنواع التصوير اتجهتي حق الحشرات؟ أنا من بدايتي للتصوير كان ودي أصور شيء دقيق، وهذه أمنيتي. يعني صعب الحشرات؟ هو صعب صعب ويبي له وقت بعد. إنزين فلازم يعني احاول قد ما اقدر اوصل حق الامنيه اللي انا كنت اتمناها. الحمد لله حاولت يمكن تقريبا 12 سنه انا قاعده اصور ما شاء الله. اي فحاولت الحمد لله لي وصلت للمرحله اللي انا ابيها. زين تصوير الحشرات مو قاعد تشوفين فيها صعوبه؟ مو قاعد تشوفين فيها تاخذ وقت او شيء كذي؟ اكيد فيها صعوبه، صعوبه لان الحشره راح تكون تتحرك ما راح توقف، فأظل فترة طويلة بالساعات، فلازم هم بعد يكون عندي يعني سيفتي وزائد أن طولة بال، ولازم يكون عندي بعد وقت يعني معين يوم كامل تقريبا تحاولين تلقطين الصورة اللي أنت تبينها. يعني تاخذ منك وقت يعني مو عادي عادي بساعات. أنا تصوير البوتري والمباني شيء جامد واقف قاعد نصوره، انت تاخذين شيء صعب. لا شيء وايد تتحرك. تتحرك اكيد تتحرك. اي مثلا عندك النحله عندك الفراشه لازم يعني احاول قد ما اقدر اظل بالساعات عشان اوصل للمرحله اللي انا ابيها، يعني مثلا صوره معينه انا بخاطري فيها فأظل بالساعات عشان ألقط الصورة اللي أنا أبيها. تتعبين صح وقت طويل؟ أحس متعة لأن أنا أحب التصوير. حبيت الحشرات وايد صراحة. قاعد تطلعين صور حلوة صح؟ الحمد لله. زين هما متى الأوقات اللي تحسين إنها مناسبة أو المواسم اللي تحسين إنها هذه الحلوة حق التصوير؟ طبعا بالشتاء، بالشتاء لأن راح تكثر الحشرات فيها. بالصيف ما نادر ما تطلع الحشرات، نادر يعني مثلا النحل والفراش وال هذه معلي يعني راح تحصلين هذه الحشرات بشكل يعني كبير اكبر من لما يكون بالصيف. يمكن بالصيف يمكن تلقين نحله يعني من النادر. يعني في اوقات يعني عندك معينه في اماكن معينه تروحين لها؟ والله اروح المشافل انا بصراحه اكثر شيء. زين زائد اماكن يعني مثل الحدائق، ولا يعني عندنا احنا بالبيت عندنا حديقه فصورت كم صوره يعني وعندي باكاونتي من حديقتنا. وايد حلو. إنزين قولي لي الحين لما تجين انت تصورين او مثلا كان عندنا هنا ناخذ صوره تحتاجين حق فلاشات حق شيء؟ والله انا على اضاءه الشمس صراحه، يعني ما احب اضاءه الشمس، ودوم انا اصور برا ما اصور داخل، يعني اذا مثل فيها حشرات وكذي ما راح اكون محصله اي حشره داخل، اكثر شيء برا بالحدائق ولا بالمشاطل راح يكون برا. احب اضاءه كل وقت النهار وبالبراد طبعا. ما بالليل ما تنفع ويكون الاضاءه كلش مو شيء حق تصوير الحشرات. وايد حلو. ايه انزين جرب.
فانا بس لازم. انا ظنيتي مو احلى لما نحط فلاش او شيء كذي، ولا على ما تحطين لها هي خلاص راحت؟ هي تروح ما تلحقين عليها صح؟ اي هي تروح، بس يعني في طريقه بعد حق اللي هو اللي سمعت من المصورين انه يمكن تجميد الحشرات. زين تجميد الحشرات وما يشكر يمكن ما يشكر اذا مثل ابي اجذب الحشره نفسها. إيه؟ ما يشكر بس الـ 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 التجميد هي شنو لازم نحطها بعلبه. اذا مثلا نبيها مثلا توقف على اساس انها ما تتحرك، بالذات الفراشه والعنكبوت. إيه؟ لازم يعني اقل من يعني ثانيه نحطها بالثلاجه. إيه؟ عشان شنو؟ ان هي لما تبرد توقف ما تتحرك. آه، ما تتحرك. إيه؟ زين فنحطها ثواني بعدين نطلعها. طبعا يكون يعني اذا مثل شيء يعني سام او مثلا يعني خطر، فطبعا عصايه اي شيء يعني مثل اشيله واحطه على مكان انا معين. هم الاحظ لازم يكون حواليه يكون شيء حلو يعني لون حلو. حلو. مو بس يعني بس تطلع الصوره حلوه معي. اي يعني مثل ساعات الخلفيه تطلع حلوه مع الحشره. مثلا في الوان ورد وراها مثلا. حلو. فيطلع حلو الشكل. فالمهم اجيب مثلا حشره احطها مكان واصورها قبل لا تدفى. قبل لا تتحرك لها. اذا دفت خلاص تروح. اما الفراشة تطير او العنكبوت خلاص يمشي، فما نقدر احنا نتحكم فيه. قلتي لي تصورين انت اكثر شيء بالنهار عدل؟ اي نعم. وايد صور عندك شفت الخلفيه سوداء، هذا فوتوشوب ولا انت لعبه بالإدت تصورين؟ انا في منهم انا مخليته شو اسمه فوتوشوب، بس في منهم لا على حسب الاضاءه. ساعات مثلا الارضيه تكون قامته. فانت تغيرين بالإدت مال الكاميرا وكذي. اي مثل لما مثلا اصور الحشره مثلا ويكون الارضيه مثلا قامته، مثلا زرعه خضراء او انها مثلا ورده لونها مثلا وردي احمر او اي شيء، وتكون خلفيه او ان الارضيه نفسها قامته يصير قامت، بس تبين الحشره والورده او الزرعه. زين وتصورين شويه بعد يمهم الورد وكذي. اي انا احب الخلفيه تكون حلوه مو بس اشوف الحشره نفسها. راح تستمرين على الحشرات؟ ما راح ترجعين حق شو اسمه التصوير الثاني؟ لا اصور، والله اصور كل شيء، بس لا زلت احب تصوير الحشرات صراحه. اختي خالده مشكوره على هاللقاء الحلو صراحه، يعني فعلا فعلا انا استفدت ومشاهدينا الكرام اكيد استفادوا، وان شاء الله ان شاء الله بفقره ثانيه راح نستفيد اكثر مع مصورات ثانيين. رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. كثير من الناس اتجهت إلى الاستشارات الطبية عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق أخذ استشارات سريعة وإسعافات أولية لبعض الحالات لهم ولأبنائهم أيضا، ولكن يجب ألا تكون كشفا كاملا ومتابعة صحية للمريض. هذا لا يغني عن زيارة عيادة الطبيب، فإن الطبيب هو الأصدق وهو المرجعية الثابتة لأي شخص يبي يعرف معلومات دقيقة طبية. راح نتكلم عن هذا الموضوع، لكن قبلها هنتابع معاكم هذا التقرير. لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي بتطوراتها الهائلة قاصرة على الدور التقليدي لها، لكن باتت هدف لأصحاب الشركات والمنتجات والسلع وبيئة خصبة لتداول المعلومات الطبية والترويج لهذه الخدمة. وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في نقل مهنة الطب من الغرف المغلقة إلى الفضاء الإلكتروني، وباتت لتلك الخدمات محاذير فضلاً عن مميزاتها الكثيرة. هذه الخدمة وفضلاً عما تحمله من مميزات للجمهور المشترك فيها وإتاحة المعلومات الطبية الدقيقة للجميع. ساعدت الأطباء في توسيع قاعدة جمهورهم
وتطوير معلوماتهم الطبية، إلا أن هناك محاذير عدة تحملها تلك الخدمة. تعد مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للفتيات والنساء المشتركين في هذه الخدمة، ويعرضون تجاربهم الشخصية على أنها معلومات ونصائح طبية يأخذها البعض بالحسبان. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير. الصراحة فاطمة موضوع وايد مهم وياي في وقت الحين، يعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومة صارت وايد سريعة، سواء إذا أنت بتبحثين عنها بجوجل أو وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب ضيفتنا الدكتورة فطومة العبد الرزاق، استشارية حوادث الأطفال والسموم بقسم الأطفال في مستشفى الأميري. صباح الخير. صباح الورد. حياك الله معنا الدكتورة، ونورتنا اليوم في شاي الضحى. ما قصرت، والنور نوركم. يعطيك ألف عافية. وفعلا يعني هذا موضوعنا اليوم مهم جدا دكتورة، يعني كثير من الأطباء عندهم حسابات خاصة يقدمون فيها طبعا نصائح خاصة، معلومات ممكن يفيدون غيرهم فيها، لكن تي بعض الحالات اللي هي مثلا تبي استشارات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني موضوع اليوم الصراحة عندك دكتور دامنج، أنت أيضا نشيطة ما شاء الله في مواقع التواصل الاجتماعي، كلميني عن هالجانب هذا. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول صار لها كذا سنة عندنا، سواء في الكويت أو على اللي هو مستوى العالم العربي أو على مستوى العالم. نعم. وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، نعم، سلاح ذو حدين. التكنولوجيا بشكل عام تكون كلها سلاح ذو حدين. شلون أن أنا أقدر أوظف الوسيلة هذه لصالحي، وممكن هالوسيلة هذه بشكل غير مباشر أنها تكون ما هي في صالحي. نعم. شلون انها تكون في صالحي؟ انا مثلا كوسائل التواصل الاجتماعي احنا عندنا في الكويت، انا واحده مثلا من الطبيبات اللي عندي مثلا حساب في الانستغرام وعندي حساب مثلا في التويتر، ممكن اقدم نصيحه بشكل خلينا نقول سريع. معلومه يعني دكتوره؟ اي نعم، او معلومه نصيحه مثلا، حتى طريقه الاسعافات الاوليه في حاله معينه. ممكن. حالات الاختناق مثلا حق نعم. الاطفال على سبيل المثال. نعم. او اللي هو حالات الانعاش الرئوي والقلبي خلينا نقول في عجاله، بس أنا ما أقدر أشرحها بتفصل وبشكل واسع في هذه العجالة أو خلال مثلا كم معين من الصور أو كم مثلا معين من الفيديوهات اللي أنا أقدر أسويها. طيب فوسائل التواصل الاجتماعي هي زينة أن تعطي نبذة ولمحة سريعة عن موضوع معين أو جزئية معينة يحب مثلا الطبيب يتكلم عنها في هذا المرض المعين. يعني تثقيف دكتورة حق خلينا نقول المتابع نفسه. وتوعية، تثقيف وتوعية، وهم اللي هو نعلم إنزين الأمهات خلينا نقول في حالات مثلا الإسعافات الأولية إن شلون يتصرفون في هالحالة هذه. لكن وأكيد وايد أطباء معي ووايد ناس إنزين في المجال الصحي يوافقون الرأي على أنها تستخدم كأداة حق استشارات طبية. نعم، إحنا ملاحظين يعني بعض الحسابات أن فعلًا قاعد يفتحون باب الاستشارات الطبية، خاصة أن التواصل صار الحين وايد سهل. نعم. في السوشيال ميديا. نعم. أن في ممكن هو الدكتور أو الدكتورة تبث لايف مثلًا في الإنستغرام، تجاوب على الأسئلة بشكل مباشر. صح. لمتابعينهم في حساباتهم في السوشيال ميديا. فهني المريض شلون يقدر يفرق ما بين أنه هو يستشير وياخذ نوع من الثقافة، وبين أن هذه المعلومة خلاص ثابتة هو ياخذها كمعلومة طبية يطبقها على نفسه؟ هذا وايد سؤال مهم ووايد سؤال حلو يا فاطمة. بالنسبة حق مثل ما قلنا المعلومة خلينا نقول بوسائل التواصل الاجتماعي، الاستشارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، خليني أضرب مثال. أنا تيني مثلا استشارات على الدايركت بالإنستغرام أو حتى ساعات بالواتساب اللي هو بالتليفون. نعم. قصة إنزين معينة على حسب اللي هو الفهم الأم، أن طفلي عمره كذا كذا يعاني من كذا كذا، شنو رأيك شنو أسوي له؟ شنو العلاج مثلا بعد ممكن؟ إيه أو يعني شنو رأيك بشكل عام أو شنو أسوي له؟ طيب إنزين المعلومات هذه قد ما تكون كاملة، وفي معظم الأحيان طبعا ما تكون كاملة. إنزين فأنا دائما أقول للأمهات خلي الطفل ييني مثلا في عندي في مكان عملي في، نعم، في القسم الحوادث عندي بالمستشفى الأميري. نعم. لأن في أسئلة لازم أنا أسألها للطفل إذا كان يقدر يجاوبني طبعا على حسب قدرته وحتى. وعلى حسب عمره، أو أسأل الأم أو أسأل الأب إذا كان موجود اللي هو متولي الرعاية عن معلومات أنا محتاجة أعرفها في تشخيص الطفل. نعم. يعني مثلا ما أقول أنا الطفل مثلا عنده حرارة، إذا كان عمر الطفل عمره 3 سنوات زين في أسئلة أنا راح أسألها غير عن الطفل لما يكون عمره 3 شهور، غير عن الطفل لما طبعًا. يكون عمره 11 سنة أو 12 سنة. نعم. فتكون معلومات مبتورة.
الشيء المهم ان انا لما اعطي نصيحه خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي عن حاله الحراره، طيب ما انا محتاجه فحص؟ صح طبعا. انا ممكن اجاوب سؤال عام، والله انا مثلا طفلي وزنه كذا، احنا عندنا مثلا في مجال طب الاطفال لازم الجرعات للاطفال على حسب وزن الطفل بالكيلوغرام. نعم. لانه يختلف طبعا اوزان الطفل حتى بالعمر الواحد الطفل. ممكن يكون وزن الطفل يختلف من يعني بنفس العمر اقصد اوزانهم تكون مختلفه. نعم. فعلى حسب كتله الطفل او على حسب وزن الطفل، فانا ممكن اجاوب سؤال عام، لكن سيناريو انزين مبتور خلينا نقول مو شرط انه يكون كامل او القصه كامله او حتى مثلا الصوره، ساعات انا توصلني صور مثلا بالدايركت. نعم. في بقعه معينه من الجسم لازم تحاليل، يعني في بعض الامور اتوقع اشعه مو بس كذي فاطمه، لا لازم اشوف الجسم كله اذا نعم. كان في بقع ثانيه ولا لا طبعا. يعني مره من المرات واحده من المتابعات دزت لي صوره، فهذه البقعه اقولها المعينه فاقول لها طيب يبي للطفل، فلما جابتها طبعا انا كان عندي تصور في البدايه لما شفت البقعه هذه، لما شفت الطفل اثاري عنده في انواع ثانيه من البقع واختلفت البقعه بالشوف. نعم. لما اشوف انا الشيء مثلا بالجهاز غير لما انا اشوفه قدامي. نعم. يكون. نعم. فاختلف التشخيص تماما، وبالتالي الخطه العلاجيه والتحاليل اختلفت. نعم. تماما. دكتوره يعني هذا موضوع وايد مهم الصراحه، لانه يعني امانه كلنا نمر في هذه الحالات، يعني مثلا نبي استشاره سريعه، تبي تهدي نفسها الام يمكن. صح. قلقها وغيرها من. صح. الامور، لكن ايضا في بعض الاشخاص يدخل الى الانترنت جوجل مثلا، عنده مثلا حسب اي عرض من الاعراض سواء له او لعياله على طول يبحث عن المعلومه، ممكن المعلومه ثواني احنا نشوفها والواحد يطمن. صح. او ممكن يتازم بعد من اللي سمعه او قراه. صح. فايش رايك في نوع الاشخاص اللي ممكن يتجهون حق هذا التوجه؟ ممكن في بعض الحسابات اللي موجوده بجوجل تكون دعايه حق بعض الادويه بالضبط. وغيرها، فالواحد يطيح في هذا الغش التجاري، فياريت توضحين هذا الامر دام انك يعني دكتوره مرت عليك الكثير من الحالات. تمام. فاحنا نقول ان الانترنت حق باي مكان، وانا قاعده بالبيت وانا قاعده بالمكتب وانا قاعده باي مكان، وسيله سريعه وسهله انزين، وممكن لاي احد انه يدش على الانترنت. طيب شلون انا كولي امر او انا حتى كانسان اعرف ان هذا الموقع امن الالكتروني، الويب سايت هذا امن وانه ما يسوي دعايه خلينا نقول او ما يعطي معلومات مغلوطه؟ نعم. ولا والمشكله بعد اللي اصعب من كذي ان في بعض الامهات خلينا نقول انا خلينا نقول في مجال طب الاطفال، لما تسوي جوجل مثلا سيرش او ياهو او اللي هو من الشركات على سبيل المثال اللي هو من الشركات الانترنت، اذا تحط الاعراض اللي الطفل مثلا يصاب فيها وبالتالي تحطها على مواقع الامهات يقومون يتناقشون كل واحده تعطي من خبرتها. طبعا هذا اللي نشوفه. هذا نفس المثل اللي هو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وهذه جدا 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 انا احذر الناس منها، سواء امهات سواء اشخاص سواء اباء سواء حتى كاطفال هم بحد ذاتهم. طيب فانا الموقع شلون اعرف ان هذا الموقع انا امن زين، وشلون انقي الموقع الامن حقي وحق اللي هو الاطفال؟ أي. لازم اول شيء لما اشوف انا اي موقع بالانترنت في ايقونه تقول من نحن، من نحن هذه تبين لي منو المنظمة، منو الأشخاص أو الهيئة اللي مسؤولة عن هالموقع هذا. طيب إذا كان مثلا منظمة الصحة العالمية أو هيئة معروفة مثل نعم. أنا أتحكي عن مجالي في طب الأطفال، الأكاديمية الأمريكية حق طب الأطفال إنزين، وهذه مؤسسة طبعا غير ربحية، أو مثلا الجمعية الكندية حق طب الأطفال، فأنا أكون مثلا واثقة منها لأن أنا نعم. أعرفها مرتاحة من المعلومة اللي أنا ممكن ومرتاحة من المعلومة. وفي مستشفيات تكون مستشفيات مشهورة على مستوى العالم سواء في الدول اللي هو في دول أوروبا أو في دول أمريكا وكندا، إحنا انا ساعات اقول حق الامهات ان لجئي حق هالويب سايت هذا او حق نعم. هالموقع هذا نعم. لانه ما يكون ربحي وما يكون في اعلانات، يكون موقع استشاري ولا تثقيفي كمعلومات معلومات طبية. معلومات نعم. معلومات نعم. زين، وممكن في تواصل اللي هو باللايف شات في بعض الاحيان زين على استفسارات معينه نعم. كم جرعه مثلا الخافض الحراره حق طفلي البالغ من العمر كذا وزنه كذا وزنه نعم. كذا هذا سؤال عام هذا ما في مشكله طبعا زين، او كم جرعه مثلا الدول الفلاني زين حق المرض هذا مثلا حق هذه معلومات زين. دكتوره في سؤال مثلا الامهات هم يسالون هل هذا بعد ممكن تستفيد منه مثلا كيف انظم ما بين ادويه الحراره، يعني مثلا في قلت يعطيك نوعين من ادويه الحراره أي. بالتبادل ما بينهم أي. في بعض الامهات تروح تسال عن هالاسئله في امهات هذه. بالعكس هذا سؤال وايد ترى مهم على فكره أي. بس خليني اجاوب بس على نقطه نعم. المواقع الامنه، اهم شيء ان الموقع ما يكون مروج حق منتج نعم. حق دواء على سبيل المثال نعم. او حق حليب او تركيبه حق الاشياء هذه، لان في وايد مواقع دعائيه
تروج حق هالشغله هذه، فاحنا لازم نتاكد زين من هالشيء هذا. المعلومات اللي تكون موجوده لازم تكون مواكبه للتطور. طيب راح تقول الامهات تقول شلون انا اعرف انه هو مواكب حق التطور؟ راح يجيك عقب ما تعرفين المعلومه نفسها. زين طبعا هذه في معظم الويب سايتس الموثوق فيها واللي احنا متاكدين من صحه المعلومات اللي فيها، راح يجي مصدر. المصدر راح يعطيني منو المؤلف واي سنه وفي أي نعم. مجلة عالمية صار المقال فيها أو المعلومة فيها. نعم. فهذه جدا مهمة أن الواحد ترى يعرف لها ويرجع لها. في مواقع مشهورة إحنا ممكن مثلا ممكن نقول حق ناس. بالنسبة حق البنادول اللي هو مع دواء ثاني اللي هو خافض حق الحرارة اللي هو الإبروبروفين الاسم العلمي ثاني. نعم. هذه وايد من الأسئلة إحنا نواجهها. صح. وطبعا حتى في الدراسات، في بعض الدراسات اثبتت ان ما اثبتت عفوا ان المبادله ما بين الدويين هذول ممكن يساعد على تخفيض الحراره، بس في بعض الحالات الامهات يحتاجون ان يستخدمون هالدويين الاثنين على اساس ان يخفضون الحراره، طبعا ما يستخدمون بنفس الوقت بالتبادل. نعم. التبادل هذا ما اثبت ترى صحته على فكره. نعم حلو. انزين بس ساعات شو يصير انزين ان الطفل تنخفض حرارته انزين ويتحسن وضعه مع التبادل اللي هو ما بين الدويين هذا. نعم يعطيك الف عافيه دكتوره فاطمه عبد الرزاق، جدا استمتعنا معك في هذا اللقاء. وانا ادري يعني المعلومات الطبيه كثيره صحيح. اليوم حتى لو يبي لها حلقات على فكره ان الواحد فعلا توصل له المعلومه هذه بشكل كافي، لكن ما نستغني عن زياره الطبيب انه هو يشخص الحاله اكثر. اكيد حياك شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ما قصرت وما قصرت. شكرا للدكتوره، نورتينا في شاي الضحى. ايضا اسماء من الامور المهمه في حياه المرأة المجوهرات. طبعا يعني المجوهرات هي الصديق المحبب والمقرب لقلب المرأة، لأن في المجوهرات إطلالة مميزة دائما للمرأة وإضافة لأناقتها وإطلالتها المميزة. علشان كذي خصصنا لكم هذه الفقرة اللي تتكلم عن المجوهرات، تابعوها. فقرتنا اليوم تصميم مجوهرات راح نتكلم عن الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة شيء وايد مميز يستخدم في صياغة الحلي والمجوهرات، لأن ألوانها وأشكالها تضفي جمال على أي قطعة يتم استخدام الأحجار الكريمة فيها. بس شنو هي الأحجار الكريمة وشلون نقيمها وشلون نفرق بين حجر وحجر؟ الأحجار الكريمة تتصنف لصنفين، يا أنها تكون أحجار كريمة عضوية بما معنى أنها تكون ناتجة عن حيوانات أو نباتات مثل المرجان مثل العنبر، هذه تعتبر أحجار كريمة عضوية. ومعظم الأحجار الكريمة ما تكون عضوية، تكون من معادن. أحجار الكريمة اللي من المعادن تكون لها تركيبة كيميائية معينة موجودة بالطبيعة تصنف على أنها أحجار كريمة. الأحجار الكريمة الطبيعية هم تدخل لتصنيف ثاني. شلون نقيم هذا الحجر الكريم على أنه هو طبيعي ولا لا؟ إذا كان الحجر مكون بالطبيعة أو تم تكوينه بالطبيعة بدون تدخل إنسان أو بدون تدخل بشري يعتبر حجر كريم. ملونة. الأحجار الملونة يتم تقييمها على ثلاث أسس أساسية: جمال الحجر، ندرة الحجر، ومتانة الحجر. جمال الحجر طبعاً كل هذول الأشياء ثلاث عوامل، التركيبة الكيميائية للحجر تلعب دور كبير فيها. نبدي بالبداية بجمال الحجر. جمال الحجر هو الشيء اللي نشوفه أول ما نشوف أي حجر ملون أو حجر كريم. جمال الحجر يكون نوعاً ما أو أغلب الأوقات متصل بلون هذا الحجر، لأن احنا نبدي نميز الأحجار بألوانها. ندري أن الروبي لونه أحمر، ندري أن الزفير لونه أزرق، ندري أن الزمرد لونه أخضر. طبعاً في أحجار كثيرة غير هذه الثلاثة راح نتكلم عنها إن شاء الله في فقراتنا الجاية. يا
فيما يتعلق بجمال الحجر هم يندرج تحتها عدة عوامل تأثر على جمال أو قيمة هذا الحجر. جمال الحجر بالشكل الأساسي مثل ما قلنا يعتمد على لونه اللي هو نقدر نفصل فيه حجر ملون عن ثاني. العامل الثاني اللي يأثر على جمال هذا الحجر هو التماثل في القص. التماثل في القص أو شكل القصة اللي يتم قص الحجر فيها تأثر بشكل كبير على قيمته، على شكل الجمالي، وعلى طريقة تشكيله في المجوهرات والحلي. العامل الثالث اللي يأثر على جمال الحجر هو شكل السطح أو البريق. هني يختلف عندنا من حجر لحجر. على سبيل المثال اللولو يعتبر حجر طبيعي عضوي مثل ما ذكرنا بالبداية، وبريق سطح اللولو يعطيه هذا الشكل المميز اللي يرفع من قيمته كحجر طبيعي. بالإضافة إلى هذه العوامل المهمة يدخل عندنا نوعا ما عامل الشفافية. عامل الشفافية ما ينطبق على كل الأحجار مثل ما ذكرنا، اللولو حجر غير شفاف لكن يعتبر من الأحجار، فالشفافية نقيم فيها الأحجار اللي تتميز بالشفافية مثل الزمرد، مثل الروبي، مثل الزفير، مثل اللابرادورايت، وعدد كبير من الأحجار الطبيعية الملونة. متانة الحجر بعد تأثر إن هل هذا الحجر أقدر أحفر فيه. على سبيل المثال حجر الجيد اللي يستخدم وايد في آسيا يعتبر حجر متين جدا، إن إذا حفرنا فيه ما يتكسر أو يتفتت، نقدر نحفر فيه بطريقة نطلع فيه تفاصيل وايد دقيقة أثناء الحفر. عالم الأحجار الملونة بحر من العلوم، ما هو بس عالم بسيط نقدر نتطرق له، وراح نتطرق له إن شاء الله في فقراتنا الجاية. في أحجار لها ظواهر طبيعية هم راح نتكلم عنها تميزها عن حتى الأحجار الملونة العادية. إن شاء الله تكون هذه الحلقة أو هذه الفقرة فادتكم في عالم المجوهرات، ونلتقي. لما الفجر يكسر عتمة الليل والشمس يا محلى نورها تطلع، وابشر بالخير. الندى يقطر على الهدى والشمس تفرد خيوطها الذهبية على المدى. الصبح له نغمات تروق لك بالك وتسرح معاها في خيالك، ولما الليل يرجع تبدأ تحلم باللي بكرة مستنيك، وبكرة مع الفجر يجي وبالخير يلاقيك. فطور ماكدونالدز، صباحك كله خير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، اليوم حلقتنا فيها كثير من الأمور تخص الأمومة والطفولة، يعني نعم. فاطمة فيها جانب تثقيفي كبير، ورح ننتقل حق موضوع الصراحة وايد مهم خصوصا في وقتنا الحالي. مع أن الحياة تطورت وكثير من الأمور صارت، إلا أن في أمر تغفل عنه كثير من الأمهات. يعتبر حليب الرضاعة الطبيعية هو الأساس للنمو وتغذية الطفل، وهو الأهم لصحة الأم والطفل، يعني مو بس الطفل، حتى الأم راح تكون لها فائدة، تبقى طبعا فوائدها على المدى البعيد والقريب، بعيدة عن أي بدائل صناعية ممكنة لتعويض أو سد مكانه. طبعا هذا الموضوع جدا مهم اليوم، في كثير من التساؤلات، بعض الأمور اللي ممكن المرأة تقف نفسها فيها، خصوصا اللي تكون توها عندها طفل رضيع، لازم يكون عندها هذه الثقافة. هذا موضوعنا إن شاء الله، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير.
أفنانة صالح مثقفة ومقدمة مشورة في الرضاعة الطبيعية، حياك الله معنا في شاي الضحى. الله يحييكم، أنا سعيدة جدا بلقائك. وإحنا أسعد أكيد. منورتنا. للأسف في بعض الأمهات يغفلون أهمية الرضاعة الطبيعية لأطفالهم، فودنا في بداية حديثنا عن هذا الموضوع نبي نعرف شنو هي أساسيات الرضاعة الطبيعية. بشكل عام كبداية، الأم اللي تفكر بالرضاعة الطبيعية لازم تستعد من الحمل، وإذا قبلها بعد أحسن. فإحنا دائما ننصح الأمهات إن خلال فترة الحمل اتخذي قرارك في الرضاع أو طريقة تغذية الطفل. فبعد الولادة تكوني هي مستعدة ومجهزة نفسها، يعني بالثقفة، حتى الأسرة تكون معاها مستعدة، أبو الطفل، الأم، العائلة. ندرين إحنا بعد يعني الأم بعد الولادة دايرك تنتقل حق العائلة الكبيرة، فممكن تسمع آراء شيء، فإذا هي مثقفة ومستعدة يسهل عليها مشوارها في الرضاعة. نعم، وتكون محتفظة ومتمسكة في رأيها إذا هي كانت تبي ترضع رضاعة طبيعية. طيب أستاذ، اليوم في موضوع وايد مهم، يعني بالنسبة لكثير من الأمهات تقبل أن هي تغذيتها صحية، لازم تكون مهتمة بنفسها ومهتمة حتى بغذائها، فش كثر هذا الموضوع مهم وأهمية التغذية الصحية أثناء الرضاعة؟ تغذية الأم مهمة جدا، يعني هم بس على موضوع الرضاعة، هي هم توها كانت يعني مرة بولادة، فهم تحتاج أنها تغذي جسمها وتقوي. بس احنا نرجع حق اساسيات الرضاعه ونطالع دول وايد ودراسات وايد صارت، ايا كانت البيئه اللي موجوده فيها الام، سواء كانت بيئه قاسيه، بيئه فقيره، فهي تتمكن من الرضاعه، فما بالك في بيئه مثلا مقتدره وسهله ومطوره وايد. نعم، فالتغذيه شيء مهم، بس الاساس ان الام تتخذ قرار الرضاعه وتكمل فيه. وايد يسألون مثلا شنو ممكن اكل، شنو اسوي وانا حامل، هل في يعني بعض الاطعمه اللي ممكن ان المراه تبتعد عنها خلال هذه الفتره وتكون مثلا مضره لها وللطفل؟ ما في شيء يعني اقدر اقول حق الام لا تاكلينه، بس اذا حست مثلا ان مثلا بعد ما خلصت من الرضاعه الطفل صار عنده مثلا ممكن عوار بطن، مضاعفات بسيطه، تحسيت انه قاعد يرجع، نرجع نقولها شنو كليتي خلال اليوم، ونبدي نستبعد بعض انواع الاطعمه، ممكن نعرف من خلالها ان هل هذا سبب الاكل ولا لا. اذا لا طبعا تكمل الاعشاب، يعني انت عارفه يعني بعد الولاده صح. يكون في بعض الامور يعني اللي السيده تتجه لها، خاصه بعض النصائح التي لها من حواليها، بعض الاعشاب اللي تاخذها في هذه الفتره، فهل بعض الأعشاب ممكن تأثر على المرأة في فترة الرضاعة الطبيعية؟ الأعشاب صح، يعني مثلا في أعشاب حتى ممكن تقلل من كمية الحليب عند الأم، فإحنا يعني نحرصها نقول لها جربي، لأن ما في دراسات مؤكدة تقولك إذا شربتي هذا بهالكمية راح يصير كذي، فإحنا ننصح الأم أقول لها لازم تجربين، ما ناخذ الشيء بكميات كبيرة مثل الكافيين، مثل بعض أنواع الشاي. فتأخذه بكميات بسيطة، إذا لاحظت أي شيء بالرضاعة بكمية الحليب، الياه المقعد يشبع، عدد الحفاضات المبللة مو كافي، فهني أنا أقول لها لا، وقفي المنتج الفلاني أو الشيء الفلاني اللي قاعد تأخذينه، وحاولي تستبدلينه بشيء ثاني أفيد أو أحسن. نعم طبعا هي لازم تكون عندها ثقافة في هذا الموضوع، دام أنها هي قررت ونوت، وحتى من قبل ما يكون عندها الحمل أستاذ، يمكن مثل ما ذكرتي في البداية. لكن أيضا يعني دائما نقرأ أن في بعض المواد الغذائية اللي تفيد أكثر الرضيع، ممكن تقوي الرضيع أكثر أثناء الرضاعة الطبيعية، فذكري لنا بعض المواد الغذائية أو الأطعمة المهمة حق صحة وسلامة الأم وأيضا الطفل. يعني طرحت نقطة وايد مهمة، واللي هي شنو ممكن تاخذ الأم والطفل خصوصا خلال أول 6 أشهر. طبعا احنا نتبع منظمة الصحة العالمية اللي هي خلال أول 6 أشهر الطفل ما يستهلك أي شيء غير حليب الأم فقط، ولا ماي ولا شيء ولا شيء يحتاج الطفل، لأن الحليب يعني الماي مكون أساسي فيه. فإذا الأم مثلا تحس أن أبي أستهلك شيء معين، أبي يوصل حق الطفل شيء معين، أقولها أنت أخذي هذه المواد، أنت أخذي المواد اللي فيها فيتامينات، أنت أخذي الأشياء اللي تحتاجينها، وراح توصل حق الطفل بالحليب. إذا الأم خذتها أو ما خذتها، الطفل قاعد يأخذ تغذيتها كاملة من حليب الأم، لأنه فيه كل المكونات اللي يحتاجها. فممكن يمر أسبوع الأم تحس أنها ما أكلت عدل، لا تحاتين إليها خذ الكميات اللي يحتاجها من الجسم يعني. نعم، أهمية السوائل بالنسبة للمرأة في هذه الفترة. أهمية السوائل مثل يعني مثل ما قلت لك، إحنا نعتمد حتى يعني على الدراسات اللي صارت، دول فقيرة جدا يمكن ما يتوفر عندهم الماء، بس عندهم الرضاعة الكبيرة يعني بنسب جدا عالية. فاحنا نقول حق الام شربي ماي، مثل ما تعرفون احيانا فتره الأربعين الام تسمع اراء مختلفه، يعني لا تشربي ماي مو زين، لا شربي ماي وايد احسن لك، فاحنا نقول لها اخذي القدر الكافي بناء على الوزن والطول، وتراجع اخصائي تغذيه فيها. مو لما تشربين ماي زياده معناته الجسم راح ينتج حليب زياده، الجسم ينتج الحليب على حسب حاجه الطفل.
نعم سبحان الله، يعني لازم الأم تكون هم فاهمة هذه المعلومات. طيب دائما نسمع عن الرضاعة الطبيعية واللي طبعا ما تهتم وايد بهذا الأمر، نبيك اليوم تقولي لنا فوائد الرضاعة الطبيعية للأم وأيضا على الرضيع. فوائد الرضاعة وايد يعني، بس بالنسبة حق الأم هذا أكثر سؤالين، إحنا متعودين يعني الرضاعة مفيدة وايد حق الطفل، مفيدة حق الطفل لأن هذا اللي يحتاجه. بس قليل ما حد يتكلم عن فوائد الرضاعة حق الأم بشكل مباشر. أهم أول شيء إن أثناء الرضاعة ينفرز هرمون اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين يعني هو الهرمون الأول اللي يساعد في انقباضات الرحم ويرجع الرحم مكانه بعد الولادة. فأنت قاعد تساعدين الأهل وقاعد تساعدين جسمك إنه يتهيئ حق فترة ما بعد الولادة ويرجع الرحم حق مكانه الطبيعي وحجمه الطبيعي. الأشياء الثانية ممكن تساعد الأم، وايد دراسات صارت إنه هو يقلل من نسب سرطان الثدي ممكن تحوش الأم. احتمالية حدوثها جدا تقل مع الرضاعة الطبيعية. هذه معلومة وايد مهمة صراحة. جدا يعني في مثلا وايد ناس تحاتي مع الدراسات وهذا، إحنا نقولهم رضاعة طبيعية من الأسباب اللي ممكن الأم تتجنب فيها مشاكل مستقبلية يعني. نعم ما شاء الله الفوائد كثيرة على المرأة وأيضا على المولود. بالنسبة للرياضة يعني إحنا فترة الأربعين ينصحون المرأة عندنا دائما إن لا تتحركين، لكن شي سويت سيرش وعرفت إن الرياضة أيضا لها فائدة في هذه الفترة، ودنا نتعرف أكثر على هذا الموضوع. الرياضة شيء جدا مناسب ويساعد الأم حتى أنها تتأقلم حق فترة ما يعني بعد الولادة، بس إحنا دائما نرجع ونقول لها إنها لازم تأخذين رخصة من طبيب النساء والولادة، لأنها تختلف طبعا طريقة الولادة على حسب الأم اللي والدة طبيعي أو اضطرت أنها تدخل في عملية قيصرية. نعم. فلازم تستشير الطبيب أول شيء ويعني يعطيها الرخصة أن متى تقدر ترجع حق الرياضة. دائما ما ننصح بالرياضات الإكستريم إلا إذا كان هذا وضع الأم يعني ما قبل الحمل، هي متعودة على هذه الرياضات، جسمها متعود على هذه الرياضات ومتعود على هذا المجهود، لأن إحنا يعني تدرون بعد جونا وايد حار، والأم إذا طلعت في الجو الحار وأصيبت بالإرهاق ممكن طبعًا يتأثر إنتاج الحليب عندها. فاحنا نقول لها سوي المعقول او ابدي بالتدرج على الاقل، اشياء بسيطه ممكن تزيدينها اذا ما لاحظتي في اي شيء يعني في انتاج الحليب. نعم امر وايد مهم ويعيق الكثير من الامهات، واكيد تسمعين هذا الحكي انه مثلا انا موظفه عندي دوامي من الساعه الفلانيه لغايه الساعه الفلانيه، قطاع حكومي او قطاع خاص كان، هل في طريقه لحفظ خلينا نقول حليب الام لانه يكون طبعا بالشكل الصحيح حق الطفل ونفس الوقت انه ما ينضر من حفظ هذا الحليب؟ انا اعتقد هذا موضوع وايد مهم اليوم، وشو ممكن الام خلينا نقول تتجنب الاخطاء ايضا فيه. احنا بالكويت الحمد لله يعني نسب الرضاعه في تزايد، وفي شيء وايد حلو واللي هو بدايه الرضاعه اللي يسمونه الانيشيشن بعد الولاده، وايد امهات قاعد يقبلون على الرضاعه. متى تبلش النسب تنزل؟ وقت الردة حق الدوام. بس ترجع دوامها إيه؟ ترجع الدوام تحس إنه وايد صعب، أنا يعني الياهل موجود في منطقة وأنا في منطقة ثانية، شنو ممكن أسوي؟ اتحاطي يعني. طبعًا الوسائل الحديثة وايد تسهل على الأم في إنها هي ممكن تشفط الحليب، ممكن ترضع قبل ما تروح الدوام وترضع بعد ما ترجع من الدوام دايركتلي. يعتمد على عمر الطفل. إذا الطفل كمل يعني بعد الست أشهر ممكن يتبلش يدخل الأكل. الأكل. فوقت الرضعة هذه اللي هي بالدوام ممكن الياهل يأخذ كميات بسيطة من الأكل. نعم. وعشان هم ما يقل إنتاج الحليب عندها فهي ممكن تشفط حتى في الدوامات. الحين ما شاء الله بعد مع القوانين الجديدة في الدولة جدا تدعم الرضاعة. نعم. الساعتين التخفيف هذيلا يعني تشجع راحة يعني منطلق حق الأمهات إن أوكي ممكن خلال هالساعتين سواء كانت قبل أو بعد الدوام أنا أرجع حق الطفل مدة أكثر. الدوامات وايد قاعد يساعدون إنه مثلا ودنا احنا بعدها ما يصير في غرف مخصصه حق الرضاعه في الدوام، لان مثل ما انتم عارفين يعني اغلب الجهات على الاقل اكو 50% نسبه نساء فيها طبعا، فهذه بعد من حقوقنا ودنا انه يعني يتم تنفيذها عندنا في الكويت ان شاء الله. طبعا من واقع يعني خبره في مجالك ودنا نعرف اكثر الاخطاء اللي شفتيها بهذا الجانب، جانب الرضاعه الطبيعيه. يعني وايد نزعل لما يكلمونا الأمهات وأنا مثلاً بديت بالرضاعة بس وقفت للمشكلة الفلانية. هو حل المشكلة شيء واحد، الثقافة. نطلب من الأم أنها على الأقل تثقف، وإذا حست أن مثلاً المصادر أجنبية مو قادرة تفهم استشيري. الحين استشاريات الرضاعة الطبيعية في الكويت وايد، مقدمات مشهورة ما شاء الله يعني في أعداد متزايدة. الموضوع بشكل عام وايد يعني قاعد ينتشر في الكويت. نعم. فسألي مختص رقم واحد. الشيء الثاني اللي ممكن يعني نسمع بالمشاكل سببه انه هو متى بدت في الرضاعه الطبيعيه. الام اذا من بعد الولاده دايركت بدت بالرضاعه الطبيعيه وايد تسهل على نفسها موضوع انتاج الحليب، خصوصا اذا كانت رضاعه طبيعيه مباشره. نعم. امهات مثلا يكلمون انا بعد 4 أو 5 أيام من الولاده الحين قررت ارضع، فتكون خلال هذه الفتره هي يعني اثرت على جسمها شويه ممكن تصعب عليها الرضاعه، بس هي ممكنه. نعم. مشاكل ثانيه مثلا
وايد تمر علينا في الكويت انه يعطون الطفل سوائل، سواء الجدة او الخالة او العمة. شنو نوع السوائل اللي ممكن تكون خاطئة؟ ابسط شيء يعطونه ماي. ماي ابسط شيء يعطونه ماي. طبعا يعني الاعشاب والعصاير هذه ممنوع على الطفل قبل الست اشهر. لا لان طبعا الام يعني هذا المفروض قبل الست اشهر، بس للاسف في مثلا ثقافات انه يعني اعطي العصير الفلاني او اعطي العشبه الفلانيه قبل الست اشهر. قبل ست أشهر ما يأخذ الطفل أي شيء غير حليب الأم. لا. حتى الماء يعني مثلاً يمكن تسمعين أحد كبير بالسن تقولك بس صيف الجو حار يعني. هذه وايد أنا أسمعها إنه لازم يشرب الرضيع ماي، وقبل الست أشهر أنا يعني تأكدت من معلومة إنه ما المفروض إنه يشرب ماي. ما المفروض يستهلك أي شيء غير حليب الأم قبل الست أشهر. فمثلاً يعني إذا أحد وايد أصر عليش تعطيه ماي، نطلب من الأم إنه يعني خلاص رضع الطفل، لأن أصلاً الحليب المكون الأساسي فيه هو الماي موجود. نعم. نسبة كبيرة. فبس مجرد ما الأم ترضع الطفل فراح يأخذ كفايته من السوائل. نعم يعني هذه معلومات وايد مهمة ومفيدة إن المرأة تطور نفسها. طيب اليوم يعني حضرتك ثقفتي نفسك في هذا الجانب، وأنت اللي بحثتي عن المعلومة وتعبتي علشان طبعا الوحدة لما تمر في التجارب بحياتها هي اللي تخليها تسعى لهذه المعلومات. إيش كثر مهم إن الوحدة تكون أبديت اليوم مع هذه المعلومات، كل يوم إحنا قاعد نسمع معلومات جديدة، إيش كثر مهم هذا الأمر ممكن يجنبها الكثير من الأخطاء بحياتها أيضا. صح يعني مثل ما قلت لك الثقافة هي يعني رقم، خلينا نقول مثلا رقم واحد من أسباب النجاح في الرضاعة الطبيعية. نعم. إن الأم تثقف نفسها وتثقف الأسرة بعد. إحنا لأن بأسر يعني جدا قريبة فنسمع وايد آراء خلال اليوم أو خلال فترة الأربعين، سوي كذي لا تسوي كذي، ممكن تأثر على غير الإنترنت الأم. يعني قبل شوي بعد موضوعنا على الإنترنت والمعلومات المغلوطة وأنت مساعد ذكرتها يعني. أي. في مثلا مصادر الأم تقرأ بتقول والله كان سووا كذي كان حطوا كذي، فهي مسكينه يعني ما تدري ان هذا مثلا مصدرها مو طبي. نعم. ممكن يكون مصدرها طبي بس قديم الحين تجدد وتغير. نعم. فاحنا دائما نطلب من الامهات لا ثقفي نفسك في البدايه. نعم. ثقفي الاسره الابو بشكل رئيسي لانه هو اول داعم حق الام خصوصا بالرضاعه. نعم. واحنا بعد هم نحب يعني لما نثقف الام دائما نسال ان هل الابو واعي عن الرضاعه؟ اذا الابو مو واعي او مثلا ما يعرف مو متخذ قرار مو حس ان هذا الشيء هو الاساس او الشيء هو الصح، إنه مثلاً عادي دخلي رضاعة طبيعية مع الصناعية ما راح يصير شيء، بس هو فعلياً راح يصير. فننصح الأم إنه يبي الأبو معك بالورشة. حست إن الموضوع صعب نقول هي يبي أمك معك الورشة. إحنا ثقف العائلة مو بس نثقف الأم. نعم. شكراً لك أستاذة فنان الصالح نورتينا في شاي الضحى، وفعلاً يعني معلومات وايد مهمة بالنسبة للمرأة ونوع من الثقافة لأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والرضيع أيضاً. شكراً لك على حسن استضافتكم على هذه المواضيع. شكراً لك يعطيك ألف عافية. إذا مشاهدينا راح ننتقل إلى موضوع جداً مهم يهم كل امرأة وسيدة خصوصاً المقبلة على يوم عرسها، تطمح طبعا أن يكون عرسها مثالي وتحقق فيه كل اللي هي طبعا رسمتها لهذا اليوم الكبير. اليوم طبعا اكثروا عندنا الويدنج بلانر منسقين الحفلات اللي ممكن يعفونا عن الكثير من المشاكل اللي احنا نطيح فيها في هذا اليوم المتميز. فقرتنا القادمة طبعا شو ممكن احنا ننسق الأعراس مع منظمين الحفلات، نتابعها أكثر. صباح الخير. الحفلات والرقص تحتاج طاقة، عشان كذي حابة اليوم أعطيكم بعض الملاحظات عن البيكري والخدمات الغذائية والفنادق. راح أبديها معاكم بالبيكري اللي هو يكون فيه الحلو التقديم ويا المعجنات وكيكة العوز. دائما حرصي عند اختيارك الحلو والمعجنات أن تراعين اختلاف أذواق المدعوين، ولا تنسين حطي قائمة أرقام التليفونات وأرقام الفواتير المحلات اللي أنت اخترتي منهم الحلو والمعجنات والكيك عشان تراجعين معاهم قبل الحفلة بيومين، تدقين عليهم تليفون وتأكدين منهم أن كل شيء جاهز حق حفلتك.
إذا ميزانيتك محدودة حرصي أن أنت تروحين حق محل واحد، وهذا المحل تاخذين منه حلو القهوة ويا المعجنات ويا الكيك، لأن المحل واحد راح يعطيك سعر وايد مناسب حق ميزانيتك اللي أنت راح تكوني متفقة معاه فيها. أما من ناحية الخدمات الغذائية والفنادق، لازم تأكدين مثلا من الفندق تقولي لهم أنا أبي عدد مدعوين 400 بهالقاعة، فهم راح يقولون والله بهال 400 هذا العدد راح يكون في هذا القيمة. بنفس الوقت لازم يقولون كم عدد الإضافي لها، يعني شنو الأكثر من 400 شخص راح يعطونك حق هذه القاعة، فتحرصين معاهم إنك تأكدين منهم على العدد. حرصوا أن تسألون الفندق إذا كان يوفر لكم كيكة من ضمن البوفيه، لأن في بعض الفنادق توفرها وبعض الفنادق ما توفرها. وفي نقطة وايد مهمة حق الخدمات الغذائية مع الفندق، أن تتأكدون منهم كم عدد بنات الخدمة اللي راح يعطونكم إياها حق الحفلة، فكل ما كان عدد البنات أكثر كل ما كان أفضل لكم حق السيرفيس العرس. لا تنسين سوي جدول حطي فيها أنواع الخدمات اللي أنت تبينها في الأوقات المناسبة لك، سلميها حق مسؤولة الفندق وهي راح تمشي على اللي أنت تبينه. أتمنى أن اليوم استفدتوا فقرتنا، وإن شاء الله أشوفكم فقرات الجاية. ابتدي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى. اليوم ما شاء الله أسماء يعني معلومات كثيرة، خاصة لكل أم قاعد تتابعنا. هذا الجميل إن الوحدة كل يوم تثقف نفسها، وإحنا أكيد أبديت معاكم مشاهدينا في كل المواضيع اللي تهمهم وتهم صحتهم أكيد في الدرجة الأولى. ابتدي نكون وصلنا معاكم للختام، وفي نهاية الحلقة حابة أني أشكر محلات المطوع والخطيب تيد بيكر على أزيائهم. شكرا فاطمة. شكرا أسماء، ونقول لكم مع السلامة. مع السلامة.